الرفمان كنا نحكيو على ويليس فيقس بون للناس اللي ما سمعتش التدخلات نتاعو قبل الفاصل خاليه لو نعملوا فيسبوك تونسي ب خليني نقول قوانين تونسيه ما عادش فيها ثلب وغيره كذا قال زاد علق على قطع الاتصال مع معز بن غربيه في هنا تونس تشنج رغم الكلام اللي تقال في البلاتو هو الكلام اللي قاله الوالي وكيف كيف زاد قال انه نحكي على الفيسبوك اللي نحب مانيش ناكلوا منه في الخبز والمجرب تهمزوا مرافقه تقريبا بطريقه فيها برش هكا تعالي كنا نحكيو مع ما نعرف شكون مع مسؤول دخل التاريخ مع لولا دا سيلفا بتاع البرازيل دون لو تون هذيك وانيو سنغافوره واحد عمل نهضه بلاده معناها من بعد ولا يحكي هكا محمود بساعة رساله للسيد الوالي يزمو يسمعها راهو الفيسبوك ما يقتلش اللي تقتل هي الزبله معناتها كان باش ينحي الفيسبوك يتصور انه العالم باش يولي وردي والزبله باش تنحى ليه زبله تقتل فيها هذه صفاقس بالريحه وبالحشرات وبالزواحف وبكل شيء معناتها اما السيد ويلي صفاقس يظهر لي ماشي في براد فير اليوم مع اهالي صفاقس وكانه وقت يدخل في البراد فير هذا راهو باش ينجم يحل المشكل ليه يا اخي انت غادي تمثل السلطه التنفيذيه وتمثل رئيس الجمهوريه في الجهه هذيك ودورك انك تلقى حل للاهالي المنطقه الشيء الاخر العبارات اللي قاعد يستعمل فيها والله حابين ندافعوا عليه شويه البارح على الاقل نفهموه انه ضغط انه واحد ولكن يظهر لي متمادي السيد شنو سامحني شنو ضغط زيلينسكي قاعد يتقنبل يومين ما ريتوش متشنج كيما يحكي السيد ويليس في قسم تاع اوكرانيا شنو الضغط يبعث في الامل ويحكي شنو مع الضغط يخرج يحكي ويدجاج اون بون انرجي وباش نربحوا الحرب واوكرانيا ستستمر والشعب الاوكراني لن يرضخ وهكا واحد الذي تحت القنابل نتاع روسيا شنو الضغط اللي عايش فيه السيد ويليس معناها مقارنه بالناس اللي متحمل المسؤوليه اخزر ريتك العباد اللي تحكي لنا العشر سنين وعشر سنوات الخراب وهذم اللي جاوا جدد وينزم يتحاسبوا اللي عملوا يبيه وهذم شكون باش يحاسبهم من الاخر؟ انا عندنا ثلاثه توا ولات عينه حلوه ياسر على اللي قاعد صاير في البلاد وثلاثه يتنافسوا شكون باش يكون افضل من الاخر في الفشل مع الاسف جانا ولي بن عروس ومن بعد ولي مدنين في ازمه اهالي جرجيس وجينا السيد ويلي صفاقس معناتها صفر اضافه صفر حلول عنده توا فوق العام السيد ويلي صفاقس ما لقى حتى حل الحل الوحيد انه يخرج يتهجم على المنتقدين نتاعو انه ينعتهم حاشاكم بكلاب السوق انه ينعتهم بالحشرات انه ينعتهم بشتى الانواع وهذا مع الاسف غير مقبول سونيا